بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس النواب، السادة والسيدات النواب النائبات، نعتذر في بعض الأوقات يمكن أن نتكلم الفرنسية لغرض تقني باش نوضح بعض المفاهيم. نعم، هناك ترجمة فورية. نعم، شكرا. هو شكرا على تقديمك رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعتقد الطبع الشخصي. تعرفوا أنه رئيس اللجنة تترأس في نفس الوقت اللجنة للحق في الحصول على المعلومات. وهنا احنا في واحد الموضوع اللي كاين خصنا نحترموا حماية المعتقد الطبع الشخصي، وفي نفس الوقت نحترموا الحق في الحصول على المعلومات والمعلومة الجيدة ماشي المعلومة الزائفة. إذن خصنا نشوفوا الموضوع بحال كان عندنا واحد العمارة فيها 3 إيطاج، كاين الغيد شوسي الطبقة الأرضي، كاين بخوميغ إيطاج، وكاين دوزيام إيطاج. الطبقة الأرضي الغيد شوسي هو الجانب التقني، هو التقرير اللي صدروه هذاك اللابوغاتوار في كندا سيتيزن لاب، qui a permis d'évoquer un certain nombre de choses. Sur cet état, في هذا الطابق نجد بأن هناك منظمة أمنيستي إنترناشونال التي قامت بتدعيم هذا التقرير حتى يكون هناك محتوى خاص بحقوق الإنسان. وعلى يعني على هذا يعني هذين العنصرين كان هناك يعني تقرير لتلك المنظمة الثالثة، والذي تم تقديمه على أساس أنه مضمون، تم توسيع صداه. القضية هذه هي أنه مش تكون عندك عمارة، لا هدمتي يعني الطبقة الأرضي، شنو تبقى؟ كل شيء تهدم. دونك هذا هو الإشكال، هي أنه الطبقة الأرضي ما فيه والو، وحنا نتكلموا عليه، وهما الآن تيسرعوا باش يخرقوا متاعب البلدان اللي يهدفوها من قبل ما يوعى العالم أنه هذاك الطبقة الأرضي ما فيه والو. هذه هي اللي كاين. الطبقة الأرضي خصكم تعرفوا أنه الآن في الظرف الحالي كاين واحد الرسالة موقعينها 200 ديال الخبراء في العالم، خبراء ديال السيبر سيكوريتي، تيطعنوا في هذاك التقرير. وتعرفوا أنه الخبرة المغربية قادرة حتى هي باش تشتغل، ولكن راهي تشتغل بهدوء مع واحد مجموعة ديال الفعاليات أجانب، وإن شاء الله يعني قريب هيبرزوا أشياء. ولكن من الآن يمكن أن نقول أنه اللائحة اللي تعطات أمنيستي مازال حتى واحد ما قلنا منين جات، لأنه هذيك الأبليكاسيون سميتها إم في تي تولز ديال سيتيزن لاب تخدم على هاتف واحد، وبعد عاود تخدم على هاتف واحد، ولكن اللائحة ديال 50,000 مازال حتى واحد ما قلنا منين جات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذيك اللائحة ما فيهاش الأسماء، فيها الأرقام ديال الهواتف. المسألة الثالثة، هو كاين بعض الأرقام اللي تنسبات لبعض المواطنين وخاصة في إفريقيا في رواندا اللي ما عندهمش رقم من رواندا، عندهم رقم بلجيكي يعني. دونك كاين شيء اخر، هي هذاك لو كود دو لابليكاسيون ان في تي تولز اللي يمكن تعملو في البورتابل ديالك وتعرف واش عندك بيجاسوس ولا لا. يا دي باساج كي نو سون با فيريديك، نوتامون دي باساج. هناك بعض الفقرات التي هي غير صادقة والتي تبين بأن نظام بيجاسوس الغير موجود عند بعض الأشخاص، وقاموا بإزالة هذه الفقرات من الشفرة، وأصبحت الشفرة ذات منفعة عامة، ولم يقوموا بتحديث التقرير خاصة فيما يتعلق بالمغرب. وهنا نرى أنه
أن الأمر لا يتعلق بالواقع التقني لأنه غير ظاهر، والدليل هو أن يعني لا أحد يقدم الأدلة الحقيقية. تثقوا بهم ومجاو نتفاعلوا بليطاج ديال حقوق الإنسان وليطاج الصحافي بلا ما يفتحوا une commission indépendante et nous devons nous trouver à notre une commission indépendante qui dresse avec le code le rapport Pega du Parlement européen Orfdo Bachist Kablo des experts indépendants Sbania Ishkalani de Ukraine il y a كاين اتهام ديال الحكومة الإسبانية أنها تسمع لي كاتالون، ولكن الرئيس ديال الحكومة الكاتالونية رفض باش يستمع لي زيكسبير انديبوندون. دونك هاد العملية هادي ربما أنا ربما نتجاوز المسؤولية اللي عندي في اللجنة ونتكلم كمواطن وكمغربي، ربما داخلين في إطار دو ديستابيليزاسيون ماشي غير ديال المغرب، حتى بعض الدول الأوروبية اللي ما فهماش ربما بعض الأشياء واللي ربما عندها واحد الشطر ديال لي زاكتيفيست كي إيساي دو بوسي فيغ أون ديريكسيون بارتيكولير. دونك اللي يمكن نقولوا باش ما نتجاوزش الوقت هي بحال كاين واحد المنطق طبيعي وكاين واحد المنطق مقلوب. حنا يعني تربينا انه عطيونا الاشياء وعطيونا لي في ويمكن بعد نعملوا الخلاصات اللازمه. هنايا ناس عندهم الخلاصات ديالهم وتيقلبوا على لي في، وهذا اللي خصنا نفهموا وما خصناش نطيحوا في الفخ ديال انه نعتبروا انه رحنا بوحدنا اللي مقيوسين يعني على مستوى عده بلدان. اي دونك سي ني با اون تونتاتيف دو ديستابيليزاسيون بوليتيك، سي بوتيتر اون تونتاتيف دو ديستابيليزاسيون جيوبوليتيك، وهادشي حنا رحنا كنشتغلوا فيه وان شاء الله في القريب يمكن نتكلموا. شكرا.